نتعدي وتوا للبارتيشن اللي هي البروبليم. به البروبليم انا قريته وتوا باش نفسره لكم تك تك. قالك من الاخر عنا باش يعطيك تابلو دوني ايدونت وتابلو دوني اخر دات وباش نخرجوا منه تابلو كود. به ملول بكل خنفسر تابلو ايدونت هذايا. قالك فيه دي شين دو كاركتير دو تاي ان. قالك لازم كل شين دو كاركتير لونغور نتاعها 8 وفيها 8 نوامر بالضبط. دونك ما لازمش يكون فيها لا حروف لا حتى شيء، كان نوامر وطولها 8. دونك لهنا باش نخرجوا فيريف من بعد باش نفيريفيو بها كل شيء. باهي بالنسبه للدات قالك تتقسم لزوز اجزاء الدات. قالك على اليسار نلقى الجور قداش في النهار وعلى اليمين قداش في الشهر. دونك لهنا 8 11 8 نوفمبر. قالك ما بين الشهر والجور بيناتهم الخط هذايا. قالك شو لازمك تفيريفي في الدات. قالك لازمك تفيريفي اللي البارتي اللي على اليسار من الخط هذايا ما بين الواحد وواحد وثلاثين. دونك النهار لازم يكون يا واحد يا اثنين وانت ماشي حتى الواحد وثلاثين، ما لازموش يكون اكثر من واحد وثلاثين، ما لازموش يكون اقل. وهذايا لوجيك خاطر الشهر ما ينجمش يكون فيه اقل من نهار وما ينجمش يكون فيه اكثر من واحد وثلاثين. باهي كانوا فيفري ولا ما هوش فيفري وكل 29 و28 و30 يوم ما يهمناش فيه، ما قلناش عليه. قال لك جست احصروا ما بين 1 و31 اوكي. وقال لك الشهر ما بين 1 و12. دونك جوهم احلى جو. دونك لهنا عندنا فيريف اخرى باش تفيريف في الدات بارتي اللي على اليسار وتفيريف في البارتي اللي على اليمين. دونك لهنا عرفنا اللي عندنا تابلو ايدونتيفيون، هنا عندنا تابلو دات باش نعملوا عليهم كونترول. هذاك توا شنو قال لك نحب يولي عندي تابلو كود. تابلو كود هذا كيفاش نلقاوه يا جماعه؟ باهي اعطاك الميثود اما انا باش نفسرها لكم ديريكت. هو حكي لكم عليها لهنا بالديتاي، لازمك تقرا وتفهم بالضبط وتشوف من بعد لي زيكزامبل حكي لك بالديتاي. هاو باش نحكي لك شنو قال لك بالضبط. قال لك يا سيدك بن سيدك تشد نوامر هذوما نتاع الدات تعمل لهم كونكاتيناسيون. مثلا 811 يوليو 811 كيف لهنا بالضبط. باهي شنو قالك؟ قالك تضربهم في عدد الياتوار الكونكاتيناسيون تاعهم. دونك 811 اللي لقيتهم بعد ما لصقتهم لبعضهم تضربهم في عدد الياتوار. شو معناتها عدد الياتوار؟ ما تنساوش اللي عندكم فونكسيون اسمها اليا اللي هي ترجع عدد الياتوار وانت تعطيه الانترفال. لهنا قالك نحب العدد الياتوار نتاعي ما بين 5 و64. دونك لازمك تعمل فونكسيون اسمها اليا دو شنو؟ اليا دو 60 بلس 5. علاش لهنا؟ على خاطر اليا دو 60 ترجع لك عدد ما بين الواحد و59 خاطرها تخدم على الان موانزا. باهي نقولوا اقل عدد هو تنجم ترجعه لي هو 0 صح ولا؟ دونك 0 بلس 5 اعطيني 5. باهي اللي مش فاهم الالياتوار ينجم يشوفها ويفهمها من بعد يرجع يكمل. سينو هذايا شنو يطلب منك؟ قالك عدد الياتوار ما بين 5 و64 اللي هو يتكتب الياتوار دو 60 بلس 5 كيف ما قاعدين تشوفوا. باهي تو من بعد نزيد نرجع نكتبها لكم توا خا نزيد نفسر لكم. قالك من بعد ما تضربوا في العدد الالياتوار هنا عطاك اكزومبل 811 قالك بالزهر العدد الالياتوار هذيك تاعها 10 جست باش يفسر لك يعني البرانسيب باش انت تفهم من بعد وتكمل تخدم. عطاك عدد اكزامبل سهل اللي هو 10. قال لك من بعد ما تضربه في العشرة تشوف العدد هذاك كانوا فما كانوا يتكون من 4 شيفخ. دونك شو يعمل العدد اللي على اليسار بالكل 8 هذاك تهزه وتحطه على اليمين بالكل. هذه البرانسيب اللي قاله لك. قال اعطاك 3 حالات. الحالة الأولى إنه يكون متكون من 4 نوامر، والحالة الثانية إنه يكون متكون من أكثر من 4 نوامر، والحالة الثالثة هو أقل من 3 نوامر. قالك وقت يكون 4 نوامر تشد العدد اللي على اليسار بكل وتحطه على اليمين بكل، تهزه وبعد تمشي تحطه حتى. دونك 8 1 1 0 تولي 1 1 0 8. هنا نورمالمون مفهومة. توا قال لك اذا كان العدد اللي لقيناه اصغر من ما فيهش 4 شيفر دونك اصغر من الالف دونك نزيدوه 0 على اليمين تو سامبلومون اللي هي اسهل حاجه. عدد اقل من الالف نزيدوه 0.
باهي توا قالك اذا كان العدد فيه اكثر من 4 شيفر، اش معناتها فيه اكثر من 4 شيفر؟ يعني اكبر من 9999. قالك ريت البارتي الاولى تاع الاول اربع نوامر من اللي صار لليمين اللي هما في العدد هذا مثلا او لهنا عطيك. قالك من بعد ما تعمل 2412 باهي نزيد نفكر 2412 هذه منين جات؟ اللي هي من هنا من الداتا هذه الثالثة اللي هي كونكاتيناسيون تاع 24 و12. دونك 2412 ضربناه في 53، 350 منين جات؟ قلنا ديما من بعد ما نعمل كونكاتيناسيون نضربوه في عدد الياتوار بالظهر تاع 53. هذا هذاك ما يهمنيش فيه، اما انا باش نعمل فونكسيون الياتوار باهي باش تجيني الريزلتا هذايا. قال لك كيف تجيني الريزلتا هذايا؟ ناخذ اول اربعة نوامر من اللي صار لليمين اللي هما 1278 نزيدها تو سامبلومون البارتي الباقية. دونك لهنا 1278 باش نزيدها 36 تو سامبلومون باش تعطيني ريزلتا 1314 وباش نحط 1314 باهي. دونك لهنا فهمنا ثلاثة حالات، كل ما تحسب وتكمل تحسب كل شيء تمشي تحطها في الكود اللي هي حاجة جديدة. دونك من الاخر باش نشد ليدونتيفيون زي والدات نتاعو باش نشد الدات كونكاتيناها نضربها في عدد الالياتوار نشوفها انهي من كاوات. كان الكالولا نهز اللي صار في الكل ونحطو على اليمين، كان الثانية اللي هي اقل من اربع شفروات نزيد جوست صفر على اليمين، وكان الكاثيثة باش ناخذ اول اربع نوامر ونزيدهم للنوامر اللي قعدوا ونعمل الصوم نتاعهم. وكي نلقى الريزولتا نتاعي على حسب الحالة نتاعي نمشي نحطها في سيد تابلو كود ذي تو سامبلومون. دونك لهنا فسرت لكم البرانسيب في الاخر بالكل. قالك باش تافيشي لي كل واحد ليدونتيفيون نتاعو ومن بعد الدات وتو سامبلومون الكود اللي لقيناه. هذاك علاش البروغرام باش يافيشي طلب عليك اناليز ومن بعد طلب عليك الجوريثم. بفما حاجة اخرى قبل ما ننساها لهنا، قالك الان ذي التايم تاع التروا تابلو راهي ما بين 3 و50. دونك هذه زيادة ما لازمش ننساوها يا جماعة. دونك نبداو بالاناليز اللي هو حاجة وإذا نفهموه مليح باهي. الاناليز يا جماعة أول حاجة فيه هي النوع. النوع ش معنتها؟ الاسم باهي. ساعات يفرض عليك اسم ساعات ما يقولكش الاسم. إذا كان فرض عليك تحط الاسم اللي قالهولك سينو تختار اسم كيف ما أنا عملت اخترت إكزامان 2019. أنا لوين نحب نوصل؟ أنا شنو نحب يولي عندي في الآخر؟ نحب يصير لي لافيشاج تاع الشيء اللي قالي عليه هو. دونك الريزولتا نتاعي هي افيشي كود باش نافيشي كود وباش نستحق تابلو ايدونتيفيون زيد وباش نستحق الدات على خاطر باش نافيشيهم الكل مع بعضهم. كان نشوفو لهنا في الفورمام تاع الافيشاج ايدونتيفيون بعد الدات من بعد الكود. دونك نستحقهم الثلاثه. هذاك علاش حطيت لي تروا تابلو في الافيشي كود اللي هي بروسيدور باهي. قبل ما نوصل نافيشي كود شنو نستحق انا او كيفاش نخمم في الاناليز؟ نبدا من الاخر بالكل اللي هي الريزلت نتاعي ومن بعد نبدا وانا راجع اي باش نافيشي كود شنو نستحق. لازمني ساعه تابلو كود زي نعبيه بروبلي كود، لازمني بروسيدور ستوكي دات باش تعبي لي دات اللي هي التابلو نتاع لي دات نتاعي باهي. وشنو هي لازمني اخر؟ انا لازمني ستوكي ايدونتيفيون، لازمني تابلو نعبيه بلي زيدونتيفيون نتاعنا اللي هو ايدون. لي تابلو نتاعنا الكل تايم تاعهم ان، اي ان شكونو؟ دونك لازمني سيزين تاع ان اللي هو قالي ما بين 53. دونك هذي نعملها في سيزين ان. وعندي تابلو دات دوني ناقصتني ان وتابلو ايدون اللي هو دوني وعندي ان دوني. بالطبيعة تابلو كود ماهوش دوني، انا باش نعبيه بعد بالطريقة اللي هو قالي عليها باهي. لهنا كملنا الاناليز. قعدوا حاجتين اللي هما التي دي يو والتي دي ان تي. شنو استعملنا لهنا بالضبط؟ استعملنا لي تابلو نتاعنا الاولاني كود اللي هو تاب 1. اش معناتها تاب 1؟ هو لهنا التي دي ان تي قلت له شنو هو تاب 1 اللي هو تابلو دونتي. لهنا استعملت دو تابلو دو تيب تاب اللي هما دات ايدون تاب اللي هو تيب تابلو دو شين باهي. استعملت تروا بروسيدور و فونكسيون لهنا. دونك لهنا كملنا الاناليز نتاعنا و تي دي يو و تي دي ان تي. يلا نمشيو نبداو الخدمة نتاعنا. اول فونكسيون باش نمشيو لها اللي هي سيزي تاع ان. اول حاجة لازم نعملوها اللي هي فونكسيون سيزي.
باش نقراو الان اللي هو باش ناخذو بيه لي تايم تاع لي طابلو الكل. دونك باش نعمل فونكسيون سيزي متيخ واحد شيء وترجع لي ان اونتيي. باش نقرا ان وما نقبلو كان ما يبدا دون 53. اش معناتها؟ يعني نقعد نعاود نقول له اقرا ان اقرا ان حتى للي يوصل ما بين 53 وقت اللي تتحقق الحكايه الفونكسيون سيزي نتاعي باش تاخذ ان وتخرج. دونك لهنا عندنا تديو استعملنا كم فاريابل اسمها ان، ما استعملناش بوكل فور لا حتى شيء. دونك تو سامبلومون هذه الفونكسيون سيزي. ثاني حاجه باش نحطوها يا جماعه هي فونكسيون فيريف ايدنتيفيون، اللي هي فونكسيون فيريف باش تشد تشين دو كاركتير وتفيريفيها اسكو فيها كان نوامر ولونغور نتاعها ويت والا لا. باهي من الاول باش ناخذ فاريابل في نعطيها فري، نفترضوا اللي الشين نتاعي مريقله ونبدا نتستي. اذا كان اللونغور نتاعها ماهوش 8 دونك في ذي باش تاخذ فوق. باهي اذا كان مريقله ولا ماشي مريقله باش نزيد نتستي. شوف اذا كان نبدا نباركوري فيها بوكل بور ونلقى في بوزيسيون معينه حاجه ما هيش ما بين 0 و 9 دونك ما هيش نومرو يا 0 يا 1 يا 2 دونك هذا الانترفال من 0 ل 9. اذا كان الحاجه اللي لقيتها في البوزيسيون اي ما هيش في الانترفال هذا دونك ما هيش نومرو دونك زاد وقتها في تاخذ فوق. وفي الاخر فيريف نتاعي لهنا ناقصه لسه بالغلط كاتبو فيريف ايدنتيفيون لازم تاخذ في اللي هي باش ترجع لي ريزلتا. دونك لهنا كملنا عملنا الفونكسيون فيريف ايدنتيفيون. لهنا استعملنا اي اللي هو كونتور واستعملنا في اللي هي فاريابل بوليان اللي هي باش تقوم بالخدمه الكل. باهي لهنا باش تقعدوا باهتين وتقولوا يا اخي شبه فيريف ايدنتيفيون ماهيش موجوده في البروغرام برينسيبال اللي خدمناه قبيله شويه. باهي يا جماعه هذه فونكسيون باش نستعملوها باش نعيطوها فوست بروسيدور دونك ما نستحقش نحطها في البروغرام برينسيبال. دونك نقول لك فين نحطوها وقتاش باش نستعملوها وقتاش نحطوها لها وقتاش نحطوا لها الرول نتاعها. اما في البروغرام برينسيبال مانيش باش نعيط لها على خاطر ماهيش حاجه برينسيبال هذه حاجه باش نعيط لها فوست بروسيدور. دونك ذاك علاش مانيش ذاك علاش ما حطيناهاش في البروغرام برينسيبال. لهنا مشينا خدمنا فونكسيون فيريف باهي جوست حاجه برك لهنا سي جي نو دون لهنا كتبت نات اين هيا دونك جوست باش نكتبها نو باش نبدل على خاطر لهنا في الباسكال اين فيه نو دون ونقصها بارونتيز اللي هي نو على دون كامل تو سامبلومون هذه الغلطة عملتها في الفيريف. باهي توا خدمنا فيريف دات اللي هي لهنا من الاول باش ناخو في تاخو فري نفترضو اللي الشين نتاعنا مريقلة. باهي لهنا خا نفسر نقولو الدات لهنا 15 نوفمبر. باهي كيفاش باش نعرف الدات نتاعي فالابل ولا لا فاليد ولا لا. باهي باش ناخذ اول حاجه البوزيسيون نتاع الخط هذا اللي هو يفصل ما بين لي جور ولا لي مو. باهي مال ما خديت البوزيسيون نتاعو باهي باش نعمل ان كوبي من السي هاش من البوزيسيون الاولى حتى قبل الخط هذاك. دونك نكوبي البارتي هذه اللي هي نتاع جور نسميها جي. باهي والبارتي من بعد الخط بلس ان دونك بي بلس ان حتى للاخر. دونك كيف نحط بارامتر بركه في الكوبي نمشي تكوبي ويكوبي الباقي وحده وحده. اما اذا كان انا نحب يقف في بلاصه نقول له وين يقف. دونك هذاك علاش لهنا قلنا له اقف قبل الخط بكعبه اما في الاخر نحب ياخذ من بعد الخط للباقي ياخذهم الكل. دونك هذاك علاش في الكوبي لهنا حطيت بارامتر برك في الكوبي الثانيه. باهي دونك ولات عندي 15 في الجي وال11 في الان. تو باش نتست اذا كان الجي اللي هما اعداد ليامات ما همش نو دون ما همش من الواحد لواحد وثلاثين وقتها الفي ذي لازم تاخو فوق. دونك الشين نتاعنا ماهيش مريقلة او بالاحرى الدات ماهيش مريقلة. باهي علاش قادر نحط في لي دو كوت هذوما على خاطر لهنا الجي نتاعي هي شين دو كاركتير كان جاي عدد برك راني نحيهم. دونك تو سامبلومون قادر نحط فيهم تراخ نمشي نثبت قبيلة حليتهم ولا اي فوالا خاطر حتى لهنا دي شي. باهي توا اذا كان الايامات جوهم مريقل الجي لازم نتستي على الام اللي هو عدد الشهر لازم ما بين الواحد ولا 12 كيف كيف. دونك اذا كان ام نون دون ما هوش في وسط واحد و 12 كيف كيف فيريف دات لازم تاخو فوق. بين هنا نقصتني فيريف
في ولهنا جونا احلى جو. دونك في تي دي او شو استعملنا؟ استعملنا في اللي هي حاجة دو تيب بولين اللي هي باش تخدم لنا الخدمة الكل باش نفيريف نتاعنا تاخذ الريزلتا نتاعها في الاخر. من الاول باش نحطوها فري نسوبوزي واللي شرا نتاعنا امورها مريقلة، كان طلعت ماشي مريقلة باش تاخذ فوق. باهي البي خذينا بها البوزيسيون، دونك بوزيسيون ان اونتيي، و جي و ام اللي هما دو شين اللي حطينا فيهم الجو و الموا. دونك لهنا كملنا فونكسيون فيريف دات. نمشي توا نعملو طلع على بروسيدور ستوكي دات اللي هي باش نبدا نباركوري بالدات بالدات في التابلو نتاعي دات بالبوزيسيون بالبوزيسيون. كل مرة باش نعمل في البوزيسيون هذيك باش نعاود ريبيتي اكريغ دات ومن قبلها الا الفيريف نتاع الدات هذاك يبدا ما يقل، والفيريف دات بيان سور اللي انا عملتها فوقها واللي انا حطيتها لهنا في التي دي او. دونك نقصتني كلمة تي دي او لهنا. هنا تصوروا تابلو انتم بالطبيعة، انا ما عنديش كيفاش نصور تابلو، جست قاعد نحط فيهم بحذا بعضهم، ما يراو تابلو زي في الحقيقة. دونك اي كونتور استعملناه في البوكل بور، وفيريف دات اللي هي فونكسيون اللي تفيريفي الدات ريغلا ولا لا. دونك لهنا كملنا ستوكينا الدات وكملنا ستوكينا لي زيدونتيفيون نتاعنا. باهي نمشيو لاهم بارتي واللي هي البارتي الاخرانية بالكل واللي هي الكل في الكل بعد اللي عملناه. باهي الكوداج، اش معناتها كوداج؟ باش نكوديو بالطريقة اللي قلنا عليها. باهي لهنا عملنا فونكسيون، فونكسيون ذي اش تعمل؟ تاخذ الشين دو كاركتير نتاعنا. شين دو كاركتير ذي اش باش تكون؟ باش تكون كونكاتيناسيون ما بين الجور والموا لاصقين لبعضهم من غير اكل خط. اش معناتها؟ مثلا نقولوا انا عندي 11 18، الشين هذايا باش تكون 1118. كيفاش باش توصل لهنا؟ تو بعد نقول لكم المفيد تجي لهنا حاضرة. اوكي كيف تجي لهنا حاضرة اش باش يصير لها؟ اول حاجة هي شين لازم نردها نومرو باش نضربها ونزيدها ونجم نعمل فيها اش نحب طونكو هي نومرو. باهي اول حاجة باش نستعمل فال، الفال هذايا باش تاخذ الشين نتاعنا سي هاش باش تحطها في اكس اللي هي باش نحط فيها العدد نتاعي اللي كان شين ورديتو عدد بالفونكسيون فال. بيه الـ EV error ديما يتبع الفال، نعرفوه الناس الكل، كما تعرفوه شوف الكور نتاعك تلقى EV ديما لازم يتحط باش إذا كان الشين نتاعي فيها حرف ولا حاجة ترجع error. دونك وإذا كان مريقلة تمشي للـ X، بيه X نتاعي ولا عدد، العدد هذا 1118. في الإكزامانش قال لك لازم تضربه في عدد الياتوار ما بين 5 و64. بيه دونك قلنا الياتوار دو N تعطيك عدد ما بين 0 و n-1 معناتها الياتوار دو 60 باش تعطيك عدد ما بين 0 و 59. به اقل عدد شنو لازم يكون؟ شنو ينجم يكون؟ 0. به 0 مع 5 هو 5، دونك المينيموم تاعي 5. واكثر عدد يكون n-1 هو 59، دونك اكثر عدد هو 64. دونك من الاخر الياتوار اونتر 5 اي 64 تكتب كير حسب الفورمول. كان ماكش فاهمها شوف الكود نتاعك تفهم الياتوار بكدا. بعد ما ضربت في عدد الياتوار ما بين 5 و64 العدد اللي كان عندي، اش قال لي في الفورمول حسب ما هو حكالي؟ قال لي اذا كانوا اقل من 1000 لازم تزيدوا 0. باش نزيد العدد 0 نضربه في العشرة تو سامبلومون. دونك هذه هي الكونديسيون الاولى. باهي الكونديسيون الثانيه قال لي اذا كانوا من 4 نوامر يعني ما بين 1000 و9999، كانوا اكبر راه باش يولي 5 نوامر، كانوا اصغر راه ب 3 نوامر. دونك قال لي اذا كانوا عنده 4 شيفروات شنو لازمك تعمل له؟ قال لي ريت النمرو اللي على اليسار بالكل تردو على اليمين بالكل. اش عملت انا؟ شديت لي اكس هذا رديته سي هاش، رديته شين مره اخرى. شنو عملت الشين نتاعي هذا؟ اش قلت لها؟ خو ريت الاعداد مثلا اهو بالضبط انا عندي 1 1 8، بي كوبي سي هاش من بوزيسيون 2، ريت من بوزيسيون 2 جي هذايا تاخذ 118 هذوما وتكوبيهم. شنو نعمل لهم؟ نزيدهم العدد اللي قدام هذايا من الاول نحطهم من الاخر. البلوس تعمل كونكاتيناسيون هنا نتاع دو شين. دونك الشين نتاعي كانت 1 1 1 8 ولات هكايا، دونك لهنا مريقله. ونحب نعاود نرجعها للاكس، نحبها اونتي خاطر انا في الاخر باش نردها اونتي. بي توا سينو شنو هي؟ سينو العدد نتاعي جاء اكبر من 4 نوامر مثلا هذايا، شنو قال لي؟ نحبك تاخذ 4 نوامر هذوما وتزيدهم الباقي. بالاربع نوامر هذوما كيفاش ناخذهم انا؟ بالجوش عملت شين اسمها جوش كوبي من بوزيسيون 1 او الاربع نوامر.
به ودي فيت كوبي مسيهاش من بوزيسيون 5 الباقي الكل. قلنا كالعادة كوبي كيف نحبها تكوبي من بوزيسيون قد ما تحب يعني اللي قاعدة الكل تحط كان منين تبدأ، وإذا كان تحبها منين تقف تحط لها قداش تكوبي من كاركتير تو تقف. دونك لهني خديت البارتي هذيا والبارتي هذيا، واحدة حليتها في جوش واحدة في دروا. اي ما ننساش اللي هما دو شين، دونك لازم نردهم زوز دو زونتي. دونك هذاك علاش عملت لهم زوز فال. هنا استعملت دو فاريابل ديفيرونت اكس و واي، اما الان نجم نستعمل هو بيدو خاطر لي رول ما نستحقوش. باهي بعد ما حطيتهم زوز اكس خذات 3314 و واي خذات 7. بيان سور نمرة زوم عطيتكم اكزامبل، اما اي نمرة باش تطبق عليه نفس العملية حتى اذا كان هنا فما عدد اخرين. كيف كيف هذوما باش تاخذو باش تاخذو، بون ماهمش باش يكونوا اكثر من 3 شيفروات على حسب ليكزامان نتاعنا. باهي دونك لهنا يا جماعة الاكس واليغريك نلمهم في فاريابل، نحب نحطهم في فاريابل جديدة ولا نلمهم في اكس برك ولا نلمهم في يغريك برك ما يهمش. لهنا بما اني في الاخر كوداج مش ناخذ اكس، دونك خلمهم في اكس بانكس فاريابل. دونك تو سامبلومون لهنا الكوداج نتاعنا على حسب ما هو قال لي بالضبط. باهي استعملنا x و y و e دي زونتي و غوش و دروا دو شين اللي عملنا فيهم الخدمة كود. باهي قلنا كوداج باش تاخذ الشين هذيا حاضرة، دونك هذاك علاش لهنا في الغون كليغ كود باش نزيد نفسر لكم شنو عملنا كل ما شيء. باهي هنا باش نبدا نباركوري في التابلو داتا نتاعي، باش نمشي للدات ناخذ بوزيسيون بي كيف ما وريتكم قبيله، ناخذ الخط هذايا اللي يفصل ما بين الدات نتاعي ما بين الموا والجور. بارتي غوش باش تاخذ البارتي نتاع الايامات، والدي اللي هي بارتي دروات اللي هي باش تاخذ لو شهر. باش نجي لهنا سي هاش هذيا باش نقول لها خوذ غوش بلس دي. اش معناتها الحكايه هذيا؟ نقولوا انا شن نتاعي كي بي عطيتو وزي، جيت للغوش قلت لها خوذ قبل هذاك 11، وجيت للدي قلت له خوذ 18، وجيت سي هاش قلت لها خوذ الكونكاتيناسيون نتاعهم. دونك هاي سي هاش خذات، خذيت الشينة ذي مريقلة. توا مش قلنا كوداج هذيا تاخذ شينة مريقلة وترقل لها أمورها وترجع لنا أنونتيام كودي وجو باهي. هاكا لهنا عايتنا لها إكس هذايا قلنا له خوذ كوداج نتاع سي هاش، سي هاش اللي هي الشينة نتاعنا المقدودة، نمشي نعيط لي كوداج تمشي تكوديها وترجع لي أنونتيام كيف ما فسرت لكم قبيلة بالضبط. وكود إي تاخذ الإكس اللي هو تكودا وحاضر وجو أحلى جو. دونك لهنا كملنا الاكزامان تاعنا، ما قعدنا كي نعملو لافيشاج اللي هي حاجة سامبل برشا باش نعمل بوك الفور. كل مرة نافيشي ليدونتيفيكاسيون ليدونتيفيكاتور ولا والدات والكود نتاعنا تو سامبلومون. لهنا عملنا لي تي ديو تاعنا، لهنا فونكسيون عيطت لها كوداج حطيتها، لهنا لي شين نتاعي اللي استعملتهم، لهنا لي زونتي نتاعي، لهنا الكونتور اللي استعملته في البروسيدور الاخرانية اللي هي افيشاج والا افيشي كود. باهي حاجه برك لازم لهنا الاسامي اللي سميتهم الفوق في الاناليز من الاول بالكل لازم هما بدهم الاسامي. كان انا غلطت في اسم ولا زدت حاجه انتم صلحوا. لهنا فهمتكم البرنسيب، سامحوني الفيديو كان طويل برشا، اما لازمني على خاطر الاكزامان تاعكم يستحق برشا تفسير. ان شاء الله تكونوا فهمتوا الاكزامان بالكدا. يستحق حاجه ولا ما فهمش حاجه يخلي لي في كومونتير، وبالله وصلوا الفيديو هذا لاصحابكم خلي يستفيدوا معاكم. وفي الامان الناس الكل.